لما بتقول سبحان الله 100 مرة صح يا رسول الله ان هي تكفر 1000 سيئة. طب لو زودت كلمة واحدة بس وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة صح عن رسول الله انها تغفر ذنوبك وان كانت مستزمة البحر. انا عايز اقول لك كلمة الحمد دي ثوابها عند ربنا ايه؟ ثواب رهيب.